ഗാസിലുൽ ബുർദ്. സലാമുൻ ഹാലി ബശാതി, സലാമുൻ ഗാസിലൽ ബുർദി, അഖൂകും ഫിൽ മുഖാസാതി, വഅർകിൽ മൗഖിഫിൻ നഖദി, വമൻ സ്വദ്ദ അനിൽ മിൽഹി, വലം യഖ്ബൽ അല ശഹദി. لَقَدْ عَلَّمَ بِالْحَقِّ وَبِالصَّبْرِ وَبِالْقَصْدِ وَجَاءَ الْأَنْفُسَ الْمَرْضَى فَدَاوَاهَا مِنَ الْحِقْدِ. دَعَا الْهِنْدُوسَ وَالْإِسْلَامَ لِلْفَاتِ وَالْبُدِّ وَحَظِّ اللَّيْسَ يُعْطَاهُ سوى المخلوق للخلد. ولا يؤخذ بالحول ولا الصول ولا الجند، ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد، ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد. سلام حالي بشاتي، سلام غازل البردي، أخوكم في المقاساتي، وعرك الموقف النكدي، ومن صد عن الميه ولم يقبل على الشهدي. لقد علم بالحق وبالصبر وبالقصد، وجاء الأنفس المرضى فداواها من الحقد. دعا الهندوس والإسلام للفات والبد، وحظ ليس يعطاه سوى المخلوق للخلد. ولا يؤخذ بالحول ولا الصول ولا الجند، ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد، ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد. سلام حالي بشاتي، سلام غازل البرد، أخوكم في المقاساتي، وعرك الموقف النكدي، وعرك الموقف النكدي، ومن صدى عن الملح، ومن صدى عن الملح ولم يقبل على الشهد. لقد علم بالحق وبالصبر وبالقصد، وبالصبر وبالقصد، وجاء الأنفس المرضى، وجاء الأنفس المرضى فداواها من الحقد. دعا الهندوس والإسلام للفات والبد، للفات والبد، وحظ ليس يعطاه، وحظ ليس يعطاه سوى المخلوق للخلد. ولا يؤخذ بالحول ولا الصول ولا الجند، ولا الصول ولا الجند، ولكن هيبة المولى، ولكن هيبة المولى
تعالى الله للعبد ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد تعالى الله للعبد غازل البرد سلام هانب الشاتي سلام غازل البرد أخوكم في المقاساتي وعرك الموقف النكدي ومن صدى عن الملح ولم يقبل على الشهد لقد علم بالحق وبالصبر وبالقصد وجاء الأنفس المرضى فداواها من الحقد دعا الهندوس والإسلام للألفة والبغض وحظ ليس يعطاه سوى المخلوق للخلد ولا يؤخذ بالحول ولا الصول ولا الجند ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد سلام هانب الشاتي سلام غازل البرد أخوكم في المقاساتي وعرك الموقف النكدي ومن صدى عن الملح ولم يقبل على الشهد لقد علم بالحق وبالصبر وبالقصد وجاء الأنفس المرضى فداواها من الحقد دعا الهندوس والإسلام ملل الفات والبد وحظ ليس يعطاه سوى المخلوق للخلد ولا يؤخذ بالحول ولا الصول ولا الجند ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد سلام هانب الشاتي سلام غازل البرد أخوكم في المقاساتي وعرك الموقف النكدي وعرك الموقف النكدي ومن صدى عن الملح ومن صدى عن الملح ولم يقبل على الشهد لقد علم بالحق وبالصبر وبالقصد وبالصبر وبالقصد وجاء الأنفس المرضى وجاء الأنفس المرضى فداواها من الحقد دعا الهندوس والإسلام ملل الفات والبد ملل الفات والبد وحظ ليس يعطاه وحظ ليس يعطاه سوى المخلوق للخلد
ولا يؤخذ بالحول ولا الصون ولا الجند ولا الصون ولا الجند ولكن هيبة المولى ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد ولكن هيبة المولى تعالى الله للعبد تعالى الله